الناس دي حاجه محترمه. بس انا شايف يا كابتن ان انا اديت دوري 13 سنه على اكمل وجه. ان معلش انا بقولها يتغدر بيك بالطريقه دي؟ لا. لا انت عايز بغدر يعني او بخيانه؟ طبعا. لما انت كل ماتش يتقال لك ما يهمكش ده ماتش ودي، لما يقعدوا معاك قبلها باسبوع وعايز المعسكر فين؟ اسكندريه ولا اسماعيليه؟ يا اسلام انا شنطتي متحضره لغايه دلوقتي. ده الموسم الجديد يعني. الموسم الجديد. وللاسف انت بتتبلغ قبلها بيوم او يومين، ومين اللي بيبلغك؟ المساعد اللي كان معاك. مع الاحترام لي اسلام عادل محترم وابن النادي تربيه النادي الاهلي على راسي، بس انت بتتعامل مع مين؟ محمد عبد الجليل اللي من 12 سنه كنت بتبص له كده اللي هو لا. محمد عبد الجليل شالك 12 13 سنه، زي ما انت يا حاج احمد هويدي ويا وليد كلمتني ان انا اجي امسك الفريق الاول واسند الدنيا وهي واقعه، على الاقل من الاحترام والطبق ان وانت بتمشيني معلش يا كابتن عبد الجليل. دي بالفلوس كلها يعني. دي سنه وده شغل. ده شغل بالظبط. ما يبلغك المساعد اللي معاك؟ لا تقيله يا اسلام. تقيله قوي. و المكالمه اللي يقول لي يشكرك فيها دي تساوي شهور كتيره ممكن تطلعها لي. انا ليا 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 فلوس كتير. ما يطلعوا بس وطلعوا لك جزء بسيط قوي. بس أي. انت ليك 10 شهور. برضو انا مش بتكلم في الماديات. انا اللي خلاني استحمل 12 شهر بدون ولا مليم في الفيوم. لا استحمل، بس كلمه شكر انا محتاجها. كلمه واحد خدمك انا ما انساش. يمكن زوجتي واولادي ما يعرفوش المجال. ما يعرفوش ان شنطه المدرب بتبقى متحضره في اي لحظه. هم ما يعرفوش. انا زعلت شويه بس خدت سنه الحياه خلاص. هم بكائها وبكاء ولادي ده انا ما انساهوش. مش هسيبه. او مش هنساه. فما ينفعش تقول لي تعالى امسك قطاع ناشئين تاني او امسك لجنه فنيه. لجنه فنيه وانت جبت لعيبه؟ طب هل اللجنه الفنيه دي هتعمل هتجيب ايه؟ هتجيب لب وسدانه يا كابتن اسلام؟ ما هي الا مسميات، اسماء وسميتموها، وانا كفايه كفايه تضحك عليا. انا اسمي محمد عبد الجليل في النادي الاهلي منتخب مصر. انا استحملتك كتير وضحكت عليا كتير ووقفت جنبي كتير وانا وقفت جنبك كتير، ولكن ما ينفعش في الاخر تيجي تعمل كده. اتمنى الحقيقه ان برضو لو من الممكن ان هو يكون معانا الكابتن وليد هويدي برضو تبقى على الهوا كده برضو نعرف ياريت. لانه نعم يا ريت. علشان برضه مهم جدا وله حق طبعا في ان هو يرد على اي حاجه بتتقال، لانه في الاخر الكابتن محمد عبد الجليل واضح ان هو متاثر. بس انا ما جرحتش فيه. لا لا ما انا فاهم. بس هو عشان يمكن الموضوع ينتهي على الهواء. شفت كل حاجه تخلص على الهواء. ما هي خلصانه يا كابتن والله. طب الحمد لله. انا بس عايز اقول له على الهواء ما تسلمش دقنك لوكيل لعيبه. شعب الفيوم ما يستاهلش منك كده. الفرقه دي بتلعب باسم الفيوم. ايوه. ما ينفعش في يوم وليله تخلي وكيل لعيبه يدخل لك 15 لعيب ببلاش عشان ويقول لك هجيب مدير فني عشان هو يلعبهم. هو عارف ومتاكد ان انا مش هلاعب حد من مش انا عايزه. هم عارفين دي ومتاكدين. انت بتحب تختار اي مدير فني الحقيقه بيحب يختار المدير الفني المحترم. اختار لعيبتك والعب بيها. انا صبرت 8 ماتشات على الوعد العب بناشئين لغايه لما تكون الفريق. لغايه تكون فريق. طلعت ناشئين كتيره على عيني وراسي وانا قبلت بكده. لعيبه 10 لعيبه توقفوا ما لعبوش لعيبه كبيره لعيبه اسامي. لو انا اتمسكت ان العب بيهم كنت لعبت الاسم. بس انا لغايه اخر لحظه خليت عندي وفاء. خليت عندي ان اسمع كلام النادي سياسه النادي. وفي حاجات كتيره ما ينفعش اقولها. ما ينفعش طبعا. لا 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 مش طباعنا ولا اخلاقنا. ولكن انا من جوايا حزين. واضح يا كابتن الحقيقه ان انت متضايق جدا. في ناس بلغوني قبلها ب 10 ايام قدم استقالتك. هيمشوك. قلت لهم استحاله. استحاله بعد اللي انا بعمله وبعد الاستحمال وبعد ضياع اسمي في التدريب. انا لسه بقول يا رب وعمال اتغلب خمسه دي مش سهله. طبعا. انت بتضيع اسمك بس. انت واخد واحد انت طب يا اخي اعمل لي فتره اعداد. واديني 3 4 لعيبه 5 6 لعيبه وشويه الناشئين طلعهم واديني 4 5 ماتشات نشوف الدنيا هتمشي. نشوف الدنيا. انا قلت له واحنا قاعدين اصل وليد صاحبي وليد حبيبي قوي
فقلت له قلت له انا هكمل معاك بس انا اديني 5 ماتشات 4 ماتشات انا لو ما فقتش هقدم استقالتي وامشي عشان ارفعه عنك الحق. اه كل الكلام ده اتغير عشان واحد وكيل اللعيبه وللاسف يا كابتن اسلام هو ده اللي مبوظ الكوره في مصر. شويه الوكلاء دول ما كانش على ايامنا في الكلام ده. اه هم اللي مدورين الانديه. اه الا الانديه الكبيره الاهلي زمالك الناس دي ما بتدخلش وكلاء. ما بتدخلش. ما هو كل لعيبه يدخل لك ما هو مجرب التجربه دي في اسوان وقعها درجه ثانيه. طب يا وليد اسال اسوان. اه اسال الـ 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 التليفونات اسال الناس دي التجربه دي حصل فيها ايه؟ اه شعب الفيوم مش ما يستاهلش منك كده ان انت تسلم دقنك لواحد وكيل لعيبه عشان يلاعب لعيبته ويجيب مدير فني مع الاحترام ليه وربنا يكرمه عشان يلاعب الناس دي. لا لا ما تغدرش بمحمد عبد الجليل اللي خدمك 12 سنه ما تغدرش بيه.